أعلنت 8 دول عربية وإفريقية منتصف الأسبوع قيام تكتل جديد بالبحر الأحمر، اختير له اسم مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. ويبدو أن المجلس الذي يتخذ من الرياض مقرا له معني بشكل رئيس بحماية المعبر المائي الرابط بين ثلاث قارات وضمان عدم اتخاذه قاعدة لضرب وتهديد مصالح الدول الموقعة بما فيها السودان. فهل سيأتي التكتل الجديد أكله أم يكون سببا في اشتعال مياه البحر الأحمر وصبغها باللون الأحمر القاني؟ مرحبا بكم إلى الملف الثالث من دائرة الحدث. البحر الأحمر سباحة حرة في الأحلاف والتكتلات. معنا في هذه الفقرة دكتور الأمين عبد الرازق خبير في الشؤون في شؤون القرن الأفريقي، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسودانية 24. أهلا بك. تحالف جديد، يبدو أن هناك ترتيب أوراق في المنطقة وتحالفات جديدة وربما سياسات جديدة لهذه الدول المتحالفة. في البداية ضعنا في خارطة الدول والكيانات المتصارعة في منطقة البحر الأحمر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا قبل فترة طويلة، يعني أول حاجة أنا أشير إلى حرب اليمن. يعني الآن حرب اليمن هي عامل أساسي جدا في التحالفات، وخاصة هذا التحالف يعني الجديد، يعني أعتقد ذلك الأحداث التي الآن تتفجر في العراق بعد مقتل قاسم سليماني أظن لها أثر كبير جدا أيضا. عجلت بهذا التحالف لأنه إيران الآن بتهدد بضرب المصالح الأمريكية في كل المنطقة. أظن أن السعودية ستكون واحدة لأن هناك قوات أمريكية في السعودية وفي في 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 الإمارات أيضا في قوات، وفي قطر في قوات أمريكية، في أهداف كثيرة جدا في هذه المنطقة وكده. وجود الحوثيين، طبعا الحوثيين وجودهم في اليمن، وجودهم في اليمن طبعا محسوبين على المحور الإيراني. وإذا كانت الإيران بتتكلم عن أننا عندها ضربة شاملة للمصالح الأمريكية، فالحوثيين لن يكونوا بعيد عن هذه التصريحات المكثفة من قبل 3 يوم حتى اليوم يعني. واليوم ينتهي الحداد في إيران. أنا أعتقد أنه دي واحدة من وربما تبدأ مرحلة جديدة في مرحلة السياسة جديدة. طبعا المحاور معروفة هي طبعا محور السعودية، الإمارات، مصر، أمريكا، ده محور معروف في هذه المنطقة. والمحور الآخر إيران، تركيا، قطر، ده محور برضو كان في السابق السودان يعني.
واحد من المحاور يعني. والآن واضح أن السودان ينضم إلى المحور الآخر يعني، رغم أنه في الفترة الأخيرة للنظام السابق تأرجحت السياسة الخارجية بين المحورين، محور أحيانا مع قطر أحيانا مع السعودية والأمارات، وهذا عمل ربكة شديدة جدا. كل هذه المحاور تضع عينها على منطقة البحر الأحمر الآن. البحر الأحمر طبعا يعني يمكن تسميه أهم ممر مائي في العالم، يعني ممر يربط بين الشرق والغرب، يعني دي أهمية البحر الأحمر. اثنين، يمكن 30% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر. مشاكل كثيرة زي قبل كده الغرصنة في منطقة البحر الأحمر يعني أوقفت أغلب التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مما أدى إلى بوارج كثيرة جدا الدول المستفيدة من هذه التجارة أن تأتي إلى البحر الأحمر. فالبحر الأحمر يعني معروف تاريخيا البحر الأحمر ناقل للديانات، يعني مثلا المسيحية جاءت عبر البحر الأحمر بالمناسبة إلى منطقة الغرب الأفريقي، منطقة أريتريا، والإسلام جاء عبر البحر الأحمر إلى أثيوبيا عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى والهجرة الثانية. فالبحر الأحمر بحر مهم جدا يعني في العالم، ومن أهم البحور في العالم هو البحر الأحمر. يعني ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور راشد محمد علي الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور راشد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور راشد. ائتلاف جديد تقوده المملكة العربية السعودية، هل هناك سياسات جديدة وبالتالي هذه الائتلافات تصنع محور ثالث أو ربما محور بتشكيلة جديدة، خصوصا أن يعني هذا الائتلاف ضم الأردن، فبالتالي قد تدخل الأردن أيضا في دائرة المحور الجديد. بداية التحية لمشاهدي قناة سودانية 24 وتحية لضيفك الكريم. فيما يلي التحالف الجديد، تحالف الدول المطلة على البحر الأحمر، يأتي في سياق التغيرات الإقليمية والدولية التي حدثت عقب يعني مقتل سليماني، وبالتالي هي من المسائل المؤثرة جدا في سياق السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. هذا التحالف يعني سيعمل على اتجاه جديد في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، هو اتجاه حماية المنظومة ذات الأمن الإقليمي المشترك، حماية من الصراعات الدولية، وأيضا حماية من حالة الاستقطاب التي يمكن أن تحدث في المنطقة جراء الاستهداف المتوقع من قبل إيران للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. فيما سبق يعني التصريح من الحكومة الإيرانية الخاص ب 35 نقطة استراتيجية أو 35 يعني مهمة استراتيجية ستعمل بها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، يعني من المعلوم بالضرورة أنه المنطقة المحاذية لساحل البحر الأحمر موجود فيها حوالي 13 نقطة استراتيجية تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتعلق أيضا بدول حليفة وذات مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي بالتأكيد يعني سيكون هنالك تركيز عالي جدا من قبل هذه الدول المتحالفة في هذا الشكل الجديد لحماية هذه المصالح. من الجانب الآخر أيضا ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد على تقوية ذراع هذا التحالف لحماية مصالحها، وأيضا يعني أتوقع أنه ردات الفعل يعني ما حتكون من قبل إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، إنما إذا حصل تأثير على مستوى هذه الدول في مصالحها ربما يتدخل هذا المحور، وأيضا يعمل على يعني صد الهجمات المتوقعة، وأيضا يعمل على يعني درء الأضرار والآثار التي يمكن أن تنتج عنها حتى لا يظهر يعني في موقف الضعف في مواجهة قوى إقليمية، وربما يتشكل يعني صراع محاور على أرفع المستويات
وهذا من الأنساق الصعبة جدا يعني في السياسة الخارجية. ولكن أتوقع أيضا أن تهدأ هذه الأمور يعني إذا ما حصل تدخلات مباشرة من قبل يعني بعض الدول ذات المصلحة المشتركة في إيقاف هذا، وهذا جانب آخر يعني. دكتور راشد ابق معنا، سنتقل للدكتور الأمين. لماذا كيان جديد، خصوصا أن كل هذه الدول بل معظمها يعني هي منضوية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ما الحوجة الآن لهذا التحالف؟ أنت جاوبت على السؤال، يعني هي كيان قديم أصلا، يعني هو في التحالف الدولي انضمت إريتريا وجيبوتي. إريتريا وجيبوتي أصلا، إريتريا طبعا الآن حليفة للإمارات والسعودية، ودخلت كان أثيوبيا، أنت لو تتذكري أن المصالحة بين إريتريا وأثيوبيا قامت بها كانت في جدة، يعني كانت في السعودية، وزيارة مشتركة لسياسة فورجي ولأبي أحمد إلى الإمارات، وقلدوا لنائب بتاع زايد، يعني درع زايد المشهور، يعني هو ده أكبر درع في الإمارات يعني. فواضح أنه الحكاية أصلا هي قديمة، يعني ما جديدة، يعني جات في الأيام دي يعني. لكن نفس الدول دي، نفس الدول اللي هي في الحلف القديم الآن بتحاول تعمل مجلس أنا في اعتقادي ليس تجاري وليس اقتصادي، ولكن هو مجلس للأعمال الأمنية والعسكرية، زي ما قال وزير الخارجية السعودي. وزير الخارجية هو قال هذا مجلس يخدم أقراض تجارية وعسكرية وأمنية، لكن أنا بفتكر ما أظن التجارية دي موجودة. يعني الآن الظرف الموجود زي ما قال هنا في المنطقة هو الحاصل في إيران وحصل في العراق، عمل تطور كبير جدا. هذا الكيان دكتور الأمين، هذا الكيان ضم أيضا الصومال الفيدرالية، وهي الآن دولة بنزاعات كبيرة ولا حكومة حقيقية على أرض الواقع. لا، شوف، أول حاجة أنا عشان أشخص الوجود في البحر الأحمر أقول أنه في الأمارات عندها وجود أصلا في البحر الأحمر، موجود في عصب، في ميناء عصب في إريتريا، اللي هي قاعدة عسكرية أماراتية، والأمارات وقطر كانوا بيتباروا في وجود في هذه المنطقة. يعني الأمارات عندها وجود في بربرة في صومالي لاند، وقطر عندها وجود في الصومال، وتركيا عندها وجود في الصومال، عندها وإسرائيل لها علاقات قوية بإريتريا، قاعدة تدريب، وكان تركيا كان ممكن أن تكون موجودة في سواكن، وإسرائيل لها علاقات قوية بإريتريا. إسرائيل أصلا موجودة في البحر الأحمر سابقا، عندها علاقات مع إريتريا في جزر أبو فاطمة ودهلك، هي موجودة من قديم يعني. إذا كيف سيكون هي موجودة في هذه المنطقة؟ إسرائيل أصلا موجودة في هذه المنطقة. أنت إذا تكلمت عن الأمارات يتكلم عن إسرائيل برضو، يتكلم عن دحلان، يتكلم عن دي كلها، دي بالمناسبة إذا تكلمت عن وجود الأمارات معناها في وجود إسرائيل في المنطقة، وأصلا في علاقات أماراتية إسرائيلية معروفة هذه القضية. يعني أنا دار أقول الحلف ده فيه دول ظاهرة، نعم، وفيه دول من الباطن. يعني كيف دول من الباطن؟ أول حاجة أمريكا في هذا الحلف من الباطن، هي تؤيد هذا الحلف. الأمارات الآن ما موجودة في الثمانية دول دي، ما موجودة، لكن هي موجودة من تحت الترابيزة زي ما بقوله، أو من الباطن يعني. لماذا لم تنضم الإمارات بشكل واضح؟ لا، لأن هي ليست مشاطئة، يعني ما هو صعب يتكلم عن أن 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 دول مشاطئة، مش كده، دول أفريقية ودول مشاطئة، لكن هي موجودة بتكون لأن هي موجودة في اليمن، بند لدول لها علاقات جيدة، وبالتالي يحتاج هذا الكيان إلى يعني وضع تحالفات جديدة أيضا. تحالفات لا، هو ما تحالف جديد، هو نفس التحالف الهناء في اليمن، الهناء موجودة في اليمن، الأمارات موجودة في اليمن، في اليمن الجنوبي موجودة الأمارات، والسعودية موجودة في الأجواء الاسم اليمنية، لكن الإمارات موجودة، الإمارات لأنها هي ما دولة مشاطئة، ما ظهرت في الحكاية دي، لكن هي بتكون موجودة من الباطن، من تحت داعمة لهذا أمريكا، بتكون داعمة لهذا، خاصة بعد التطورات الأخيرة الدعم بيكون زاد ماليا وكذا، بيكون زاد يعني. لكن هي في النهاية ده تحالف أمني عسكري، ليس تحالف اقتصادي ولا أي حاجة يعني. قواعد عسكرية موجودة بالبحر الأحمر. أي قواعد عسكرية، ما هي دي قلت لك يعني، الإمارات عندها في عصر. كيف سيتعامل مع هذا الكيان؟ ما خلاص القواعد السابقة. القواعد السابقة دي هي جزء بحتكون من هذا المجلس، يتابع للإمارات، بتكون حتى إن كانت في محور تركيا وإيران. طبعا في جيبوتي، أنت قلت جيبوتي طبعا فيها التحالف الدولي،
التعاون الدولي بأمريكا، يعني أمريكا وأوروبا يعني موجودة لمكافحة الإرهاب، موجودة في اسمه في 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 البحر الأحمر أصلاً، موجودة التحالف الدولي موجود في جيبوتي من قديم يعني من 2011 من 2001 يعني موجود. أعود للدكتور راشد محمد علي الشيخ. دكتور راشد، نعم، هل من سلك ناظم بين الدول الثمانية المكونة لهذا الحلف أم هناك مصالح أخرى؟ يعني بالقراءة المنطقية لواقع المنطقة الجغرافية الخاصة بهذه الدول، هذا التحالف يعني يتشكل في لحظات مفروضة على واقع يعني فيه حالة من الصراع بين دولتين اثنين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. اختيار منطقة الصراع على مستوى يعني البحر الأحمر باعتباره أنه منطقة مصالح مشتركة ومنطقة استراتيجية للتجارة، بالتالي مدافعة هذه الدول عن مصالحها يتوجب عليها التحالف في مواجهة الحملة اللي يمكن تقودها إيران في اتجاه ضرب المصالح المشتركة لهذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحالف ربما يظهر في شكله الأولي يعني أنه تحالف أمني عسكري، ولكن هذا التحالف تحالف مرحلي يختبط ظروف مرحلية خاصة بحالة من الصراع يعني بين دولتين اثنين، ربما يعني حالة الانتقال الغير مرنة لهذا الصراع اللي هو يعني يتجنب هذه الدول أن تتصارع في محيط الإقليمي فتنقل الصراع إلى مناطق أخرى استراتيجية، يجب على هذه المجموعة من الدول أن يعني تتحالف بأي شكل من الأشكال لردع الهجمات المتوقعة ولتأكيد يعني حيوية هذه المصالح. ربما ينتج يعني مستوى من الضرر في الفعالية الأمنية العالية نتيجة يعني عدم التساوي في المقدرات الأمنية بين هذه الدول، ولكن يظل الدعم الدولي بالتأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية ومن يعني بعض الدول ذات الإنفاق المالي العالي يعني في المستوى العسكري، ربما يقود إلى حالة من التساوي، ولكن تظل كل هذه المسائل في اتجاه الصراع بين القطب الأوحد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وبين القوى فوق الإقليمية لإيران، وأيضا ما بين التحالف الذي يدعم اتجاه إيران وبالتالي ينسحب ذلك. دكتور راشد، ماذا عن الوجود الإيراني في منطقة البحر الأحمر في ظل هذا الكيان الجديد؟ بطبيعة الحال إيران يعني دولة بما إنها هي فوق الإقليمية فبالتالي هي موجودة على مستوى الإقليم المجاور وإقليم أيضا الدول بمفهوم الدولة الضاحية، موجودة على مستوى سوريا ولبنان وموجودة أيضا على مستوى اليمن، فبالتالي هذا الوجود المزعج للكيانات الموجودة في هذه المنطقة يثير بالتأكيد حفيظتها ويحفزها على التعامل معها، فبالتالي تستدعي مجموعة من الدول ذات المصالح المشتركة في شكل من أشكال التحالف لحماية أمنها الإقليمي أولا ولحماية أيضا مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنه هي من الدول المحورية ذات الخصوصية العالية جدا في التعامل مع المنطقة ومفتاح المفاتيح إطفاء حالة الصراع وتصعيد أيضا حالة الصراع، فبالتالي تحرك هذا التحالف نحو محور محدد في منطقة جغرافية يعني يصعب فيها التعامل لأنه موجودة فيها مجموعة من القوى الإقليمية والدولية وحساسية البحر الأحمر نفسه، يعني لأنه تقريبا هو ثلث التجارة العالمية بتتحرك يعني عبره ومن خلاله، فبالتالي يمكن أن تهدد مصالح مجموعة كبيرة جدا من الدول وربما تؤثر أيضا على مستوى سياسات الأوبك في الإنتاج النفطي وبالتالي تؤثر أيضا على يعني السوق الدولي الخاص بكل هذه المحروقات. دكتور راشد، أرجو أن تبقى معي. أتحول للدكتور الأمين عبد الرازي. وزير الخارجية السعودي نفى وجود اتجاه لتكوين قوة خاصة بهذا المجلس يعني والكيان الجديد.
إذن ما هي القيمة الأمنية لهذا التكتل إذا لم تكن هناك قوة عسكرية حامية لهذا الشريط، شريط البحر الأحمر وخليج عدن؟ أصلاً القوة موجودة طبعاً، يعني أنا ما قلت لك في قواعد، الأمارات موجودة في عصب، وموجودة في بربرة، وموجودة في اليمن، يعني موجودة بكثافة يعني في اليمن، وفي قوات سودانية في اليمن. يعني إذا دخلنا السودان، يعني هو طبعاً الغريبة جداً السودان دخل في هذه القضية، يعني مع أنه الثورة ديسمبر بتتكلم عن يعني في بدايتها عن خروج القوات السودانية من اليمن. يعني كون السودان يخش معناها ده دخول أمني، ليس دخول. أنا ما سمعت وزارة الخارجية السودانية قالت أنهم يعني دخلوا في هذا الحلف، يعني لكن أنا بفتكر الدخول بيكون دخول أمني. أنا عشان كده بركز على الجانب الأمني، والجانب الأمني معناه جانب بتاع معلومات. السودان مهم جدا طبعا، لكن السودان له مصالح في منطقة البحر الأحمر، ويجب أن يكون موجود في هذه التحالفات لحماية مصالحه. لا اعتقد الحكايه بالفهم ده، يعني صحيح السودان موجود في البحر الاحمر، نحن عندنا اناء واسع جدا، لكن الحلف ده بالتحديد ما افتكر يهدف الى ذلك، لانه نحن عندنا مصالح اقتصاديه، عندنا مصالح مع كل دول العالم. نحن نتكلم مع روسيا، مع نايم، يعني تركيا وايران، مع اوروبا، مع تركيا، كل عندنا مصالح. والثوره بتتكلم عن انه والله يا اخي نحن علاقتنا يجب ان تكون علاقات متوازنه، ما تكون في علاقات بتاعت محاور زي ما عمل النظام السابق. لكن الان تقع الحكومة السودانية في فخ، يعني فخ كبير جدا، هو فخ أنك تكون في محور من المحاور دون المحاور الأخرى، رغم أن السياسة الخارجية بتتكلم عنها وزارة الخارجية السودانية الآن بتتكلم عن علاقات متوازنة مع كل العالم. هذه النظرة السودانية، عندنا مصالح مع كل العالم، هذه النظرة السودانية لهذا الكيان يعني. لكن إذا انتقلنا إلى دول أخرى كتركيا، إيران، إسرائيل، كيف تنظر إلى هذا الكيان؟ إسرائيل انت حسبها على الكيان القام ده، يعني أقرب إلى الكيان القام، يعني ما أقرب إلى تركيا ولا أقرب إلى إيران. تركيا طبعا ممتدة في أفريقيا كلها، مش في هنا. الآن هي داخل ليبيا، مش كده؟ وفي ليبيا ما داخلها بس عسكريا، داخلها اقتصاديا، وكانت موجودة في الصومال، هي موجودة في الصومال، عندها قاعدة موجودة في الصومال، بتدرب في الجيش الصومالي. وأردوغان زار الصومال مرتين، يعني زاروا في 2011 و2015، زاروا رئيس وزراء وزار الصومال كرئيس دولة. فأنا أفتكر تركيا موجودة، وزي ما قلت لك كانت موجودة في السودان. القوة أصلا موجودة، يعني هي إسرائيل موجودة في الجزر دي بقوات. إسرائيل موجودة بقوات في هذه الجزر، جزر أبو فاطمة، جزر دهلك والجزر دي. والأمارات موجودة في اليمن، وموجودة في عصب. فيبقى أن القوة أصلا والتحالف الدولي موجود في جيبوتي. التحالف الدولي من أمريكا لنا موجود في جيبوتي، وهو منسق طبعا مع الأمارات والسعودية، لأنه ديل أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أفتكر القوات أصلا موجودة. ما في زول يقول لي والله القوات ما موجودة، دي ما القوات موجودة. والطيران السعودي يعني على هنا كعب، يعني تم تتويج قريب، يعني هل الذي تم يمكن أن نسميه تتويج؟ يعني أنا بفتكر أنه دي لملمة أطراف، سميها أنت، هي أطراف ما كانت قريبة لبعض، ابتدت تتلملم، ابتدت تنسق. وافتكر التنسيق الأمني حيكون مقدم على التنسيق العسكري في هذه الفترة، يعني. وأنا سمعت كده تسريب، يعني تسريب معلومات، أنه والله في ضابط كبير سوداني سيكون ضمن هذه المنظومة، المجلس، هذا المجلس، يعني احتمال، يعني إلا كان تخصنا بهذا التسريب. لا ننتقل إلى دكتور راشد محمد علي. دكتور راشد. نعم، مرحبا. تسمعني بوضوح دكتور راشد؟ هل يبدو الآن أننا دخلنا في أحد المحاور، وبالتالي يعني تحركنا من مربع الحياد؟ يعني ودنا نوضح بعض المسائل الخاصة في تفاصيل علاقة الدولة بالمفهوم الكلي في اتجاه السياسة الخارجية. فيما سبق كان النظام السابق يعني يحسب تحركاته على مستوى الإقليم، ليست بحسابات في مستوى الدولة، وليست بالحسابات الاستراتيجية، وإنما كانت يعني عبارة عن متطلبات مرحلة يعني يقضي بها بعض الحوائج. في بيلي اتجاه التفكير عقب الثورة ديسمبر المجيدة، الحديث عن السياسة الخارجية المتوازنة والانسحاب من المحاور وعدم الدخول في المحاور حتى لا يؤثر على بنية السياسة الداخلية والخارجية للدولة،
يعني هذا من المنطقة الصعبة التعامل معه يعني في التوقيت القائم الآن. متى ما رأت الدولة يعني أن يكون لها سياسة خارجية متزنة فعليها أن تقرأ مؤشرات الواقع الإقليمي الأولي ومن ثم الواقع الإقليمي المجاور ومن ثم الواقع الدولي. البيانات الظرفية حول السودان الآن على مستوى الفكر الاستراتيجي حالة من الصراع والاستقطاب الحاد فرض فيها درجات عالية جدا من التعامل المجبر مع الدولة، يعني تكون هي في حالة جبر للتعامل مع هذه المواقف، فبالتالي يعني ستدخل في حالة من التسامي يعني فوق الشعارات وتتعامل مع الأمر الواقع ومن ثم تعمل على إصلاح هذه المنظومة، يعني بعد الدخول فيها تعمل على إصلاحها وتأتي بحالة من التفاوض المجبر، التفاوض اللي بيعقب حالة الشد والجذب بين الطرفين الاثنين، وتتسيد هذه الساحة بإدارة التفاوض وإتمام عملية السلام. وهذا طبعا يعني من المسائل الصعبة جدا، ودائرة تفكير استراتيجي على مستوى عالي، ودائرة تخطيط على مستوى إعادة التوازن في الإقليم، حسابات القوة على مستوى الدول، لأن الدول دي يعني قوتها الاقتصادية المحركة لها، قوتها السياسية وقوتها أيضا العسكرية غير موحدة، فبالتالي تستمر فيها حالة الصراع والتقاطع على مستوى المصالح. يترافق مع كل ذلك الوضع الخاص للحكومة الانتقالية في السودان، هي عندها مشاكل داخلية، عندها ارتباطات بمشاكل خارجية عشان تحلها لابد أن تكون موجودة على كافة المستويات الإقليمية والدولية لعكس رؤيتها ولتأكيد مفهوم التغيير نفسه. يعني أحيانا بيصعب في كثير من الأحيان تغيير نمط السياسة الخارجية المستمر لفترة طويلة من قبل الدولة، لأنه يعني بالتأكيد العالم بيحسب لحالات الوجود الفعلي، ولكن يعني مجرد دخولك أنت ومحاولة يعني التعامل مع الأمر ربما يعني تكتشف أنه فيه بعض الإشكالات، يبقى من الصعب جدا أنك أنت تستفيد من المحاور دي لحظيا، ولكن يمكن أن تكون موجود فيها وموجود بحالة التأثير أو لتأكيد حالة التأثير وبثم تغيير هذه المفاهيم. وده بالتأكيد يعني صعب بحكم الواقع على الظرف اللي نحن بنعيشه، وبرضه بيكون أكثر صعوبة يعني على الدول اللي تمرست في التعامل مع هذه الإشكالات المعقدة. في تقديري التحالف القائم الآن هو كما أشار ضيفك الكريم إنه هو أمني عسكري قائم على حالة ظرفية ارتبطت بصراع بين مكونين اثنين مؤثرين جدا على مستوى السياسة الخارجية في العالم. ارتبط هذا الصراع بمنطق جغرافي ويعني ممر مائي يصعب تماما يعني تغير المفاهيم فيه، فبالتالي وجودنا نحن كدولة مشاطية على جزء كبير جدا من ساحل البحر الأحمر في تقديري يعني مفيد جدا لهذه الدول حال قدرنا انه يعني ننتج افكار على مستوى السياسه الخارجيه تقنع يعني هذه الدول بعدم العبث يعني بالامن الاقليمي والمصالح المشتركه لهذه الدول، وهذا ينعكس على مستقبل التفاوض ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وايضا ينعكس على مستوى إحلال السلام في الدولتين. دكتور راشد أرجو أن تبقى معي، أنتقل للدكتور الأمين عبد الرازق. هناك توافقات سابقة بين السودان وتركيا، بين السودان وروسيا بشأن مواني البحر الأحمر، وبيشمل ذلك طبعا سفن، استضافة سفن وما إلى ذلك. ما هو مصير هذه التوافقات بعد دخول السودان في هذا الكيان الجديد؟ أول حاجة أنا طبعا بفتكر أنه واضح أنه الثورة السودانية الآن أو الحكومة الانتقالية تخطت مرحلة زي ما قال تسامي تسامى عن الشعارات، يعني هي من المثال الشعارات إلى واقعية السياسة. الآن لو لاحظت في حاجات ثلاثة حاجات والأربع حاجات كانت شعارات في الثورة، لكن الآن في الواقع بتبقى الحكاية زي ما قال ضيفك دكتور راشد أنها دائرة واقعية سياسية. يعني واحد منها التحالف ده، لأنه كان الهتاف أنه والله القوات تطلع من اليمن، القوات السودانية تخرج من شنو؟ من اليمن.
اثنين، واحدة برضو أدلل على الواقعية السياسية هي حالة الطوارئ. كل السوارة كانوا يهتفوا ضد حالة الطوارئ في فترة من الفترات. والثالثة هي التدرج في رفع الدعم في الميزانية القادمة. يعني دي كلها كانت في مرفوضة في مرحلة الثورة. لكن الآن هذا الكيان ربما يحفظ للسودان بعض المصالح في منطقة البحر الأحمر. المعلن في السياسة الخارجية هي سياسة خارجية متوازنة مع الجميع. يعني أنك أنت تفتح علاقات مع تركيا، تفتح علاقات مع قطر، تفتح علاقات مع اسمه روسيا. ده ما محور، ده كان محور قصاد المحور الآخر الأمريكي السعودي الأماراتي المصري، كان ده محور. وعليك واحدة من المشاكل اللي دخلت فيها الحكومة السابقة هي تتعامل مع المحور ده، تتعامل مع المحور ده، لم تستطع أن تتعامل مع كل هذه المحاور. فأنا أفتكر أن الحكومة الانتقالية يجب أن تنأى بنفسها عن المحاور، لأنها حتقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه النظام السابق، وفقد مصداقيته عند المحورين. أنا أفتكر أنه حقنا نتحرر من سياسة المحاور ونشتغل مع كل العالم بمصالحنا المشتركة. يعني إحنا عندنا مصالح، وأي دولة في العالم عندها مصالح، إذا كانت روسيا، إذا كانت تركيا، إذا كانت غيرها، هي مصالح يعني. وأنا أعتقد حتى الأتراك بالمناسبة في آخر أيام النظام السابق يعني كانوا ما مبسوطين جدا من النظام، لأنه الاتفاقات التي وقعها أردوغان في السودان لم تنفذ. فأنا أفتكر الحكاية هي العالم ده ما فيه حاجة ثابتة، لا صداقة ثابتة، لكن مصالح دائمة. يعني شفتها مصالح دائمة. فأنا أفتكر أي دولة بتبحث عن مصالحها، فأنت ممكن المحاور دي كلها تغيرها يعني، لكن ما ممكن ترهن نفسك لمحور من المحاور ستفقد الآخرين قطعا. دكتور أمين، أن انتقل إلى دكتور راشد محمد علي. دكتور راشد، أزمة حلايب وملف حلايب، هذا الملف الشائك والذي يقف دائما عقبة في العلاقات بين السودان ومصر. الآن مصر والسودان في ذات التحالف، هل سيؤثر هذا الأمر في مستقبل التحالف وربما يفتح أيضا جبهات أخرى؟ لا أعتقد أنه يعني صراع بين دولتين في منطقة حدودية يمكن أن يؤثر على أي مستوى من مستويات التحالف الإقليمي، لكل فرضياته وظروفه. مسألة العلاقة بين مصر والسودان يعني ربما تتأثر بياهل نيل أكثر مما تتأثر بحلايب، وذلك لوجود بعد التأثير، يعني بعد التأثير المنطقي والمستقبلي أيضا فيما يلي الرؤية السودانية والمصرية لهذا التحالف. يعني ربما تتقدم بعض الاتجاهات في تعريف هذه الرؤية بأن حفاظا على المصالح المشتركة القائمة على مستوى الساحل في البحر الأحمر، ومن ثم المنطقة الإقليمية والإقليم الجغرافي المجاور، ومن ثم أيضا تبعات التعامل مع الدول المحورية في السياسة الخارجية. يعني بالمنطق البسيط، إذا جيت العام مع العالم وإنت جوه محور، لازم تقول إنت صنو للدولة المحورية، الدولة الأساسية المشكلة لهذا التحالف. والفرضية اللي قام عليها هذا التحالف بالتأكيد يعني هي فرضية مية عسكرية بحتة يعني، ومحاولة يعني عكس أي رؤية ربما يعني تشمل حالة من عدم الاتفاق بين دولتين في رقعة جغرافية أو في إقليم حدودي، مباشرة هذا التحالف يتجاوز يعني هذه الأمور. ما أريد أن أقول حقا إنه هذه التفصيلة يعني منطقة حلايب لا يمكن أي انتقال يعني في المنظومة القائمة على هذا التحالف. يعني وصلت الفكرة. دكتور الأمين، ما هو مستقبل البحر الأحمر في ظل هذا السباق المحموم؟ خلينا أتكلم عن حلايب شوية. يعني أنا والله شوف، أول حاجة أكد أنه حلايب سودانية عشان ما نبقى نلعب على الهناية العام. حلايب سودانية هذا مؤكد يعني. وأنا أفتكر إذا بنتحاور مع مصر وأثيوبيا عن في سد النهضة كمصالح، يجب أن نذهب للتفاوض مع مصر عن حلايب يعني. وأنا بفتكر رقم العلاقات الأزلية اللي بتتكلم عن العلاقات الأزلية ونتكلم عن كل هذا الشعر زي ما بقوله، لكن ظلت العلاقات السودانية المصرية من استقلال السودان متأرجحة جدا. يعني ما وصلت أصلا إلى مداها الأخير من المصالح المشتركة.
حتى عهد نيميري لما كان عمل التكامل والمعارف وكذا ما وصلت. فأنا أفتكر أنه أن إحنا حقه أن إحنا كسودانيين نبحث عن مصالحنا، أين نجد مصالحنا يعني؟ مش هي صحيح جارتنا زي ما قال، ما في زول بيرحلوا من جاره، ما في دولة بيرحلوها من جاره يعني، عندنا علاقات معهم وكذا، لكن كل الشعر اللي كان بيتكلم عن العلاقات الاستراتيجية والمعارف أن إحنا غايته في علاقتنا مع مصر. بفتكر أنه علاقتنا مع مصر ما حققت تاريخيا الحكاية دي، وما زلنا ملف أمن، ربما تأزمت في الفترة السابقة، ما زلنا يعني كسودان ملف في المخابرات المصرية، زلنا ملف أمني في المخابرات المصرية وليس في وزارة الخارجية. أنا أفتكر دي حقه الحياة دي نعالجة مع أخوان المصريين بهدوء يعني، أنا ما دار أقول بالتشنات أخيرا كدا. ونحن في ختام هذا اللقاء، لكن البحر الأحمر البحر الأحمر والسباق سيظل المحمر. البحر الأحمر مهم جدا، البحر الأحمر ده قلت لك أهم ممر مائي في العالم يعني، لأنه الممر الوحيد الذي تمر عبره 30% من تجارة العالم، سيظل مهم جدا، سيظل أمنيا مهم، لأنه من سنة 73 عندما أغلق باب المندب، أغلق باب المندب إسرائيل وهنا تيران جزيرة تيران، كل ما إسرائيل في الصراع الإسرائيلي المصري لو بتتذكر حرب أكتوبر معلوم. أنا أفتكر هذا تظل هذه المنطقة، تظل قناة السويس مهمة جدا لأنه سببت في حرب 56. أنا أفتكر يظل البحر الأحمر من أهم الممرات المائية في العالم. شكرا جزيلا لك الدكتور الأمين عبد الرازق الخبير في شؤون القرن الأفريقي. شكرا جزيلا لك. شكرا سودان يا رب. شكرا دكتور راشد محمد علي الشيخ أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. نعم شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من دائرة الحدث، ناقشنا فيها عدد من الملفات، غدا ملفات جديدة وحلقة جديدة من دائرة الحدث، في أمان الله.